المريض كيوصل عند الطبيب في مرحله متقدمه، وشنو اللي كيجعل هذا الشيء؟ وهو التخوف ديال المرضى من هذه العلاجات. كيما البلوك الالم تيحيد تيمشي في حالاته، انا تنقدر نتحرك. درت العمليه في لاونش الاولى في 2017، دونك الحمد لله صون بحال الا ما كانش عندي لا بروتيز، زعما جي روتروفي ما في نورمال. المريض الحمد لله داك الالم اللي كيكون فيه من الاول تيفارقوا، ما كيبقاش. قد ما كان التشخيص مبكر قد ما العلاج كيكون سهل، والحصص حتى هي ما كتكونش كثيره.